السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رحبكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ترحيب، ورحب أيضا بمستمعينا الأعزاء عبر تردد 97 FM. نقول مساك الله بالخير يا فيصل. مساك الله بالنور يا خالد في حلقة نهاية الأسبوع من ترحيب، وحياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، حيث نتابع مع ضيوفنا مواضيع مهمة ومميزة إلى جانب مواكبة الأحداث والفعاليات التي تشهدها مختلف مناطق الدولة. وفي أبرز مواضيع حلقة الليلة، لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة تفتتح حديقة الغرافة، والجمعية القطرية للسكري تنظم مخيم البواسل العالمي 22، وهيئة الأشغال العامة مسيرة حافلة بالإنجاز خلال عام 2021. هذه كانت أبرز العناوين لحلقة الليلة والتفاصيل مع خالد النعمة. تفضل يا خالد. شكرا لك يا فيصل. إذن مشاهدينا الكرام، في البداية ونحن على اعتاب نهاية عام 2021، نستعرض وياكم في التقرير التالي أبرز الإنجازات اللي حققتها هيئة الأشغال العامة أشغال خلال عام 2021. تابع وياكم هذه التفاصيل من خلال التقرير التالي. مجموعة واسعة من برامج البنية التحتية تعمل حالياً على تنفيذها هيئة الأشغال العامة أشغال في جميع أنحاء البلاد، بهدف مواكبة النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة واستيعاب النمو السكاني المتوقع. وتتضمن هذه البرامج والمشاريع برنامج الطرق السريعة وبرنامج البنية التحتية للمناطق، بالإضافة إلى مشاريع تحديث وإنشاء شبكات ومحطات الصرف الصحي. كما تعمل هيئة الأشغال العامة أيضاً على إنشاء العديد من مشاريع المباني العامة والتي تشمل الرعاية الصحية والتعليم وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات العامة ذات الصلة. إنجازات هيئة الأشغال العامة توجت بالعديد من الجوائز والتكريمات على المستوى الدولي خلال هذا العام، حيث حصلت أشغال على شهادة التميز مستوى 3 نجوم من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة كهيئة متميزة، كأول جهة حكومية في قطر والمنطقة تحصل على هذا التكريم في إطار النموذج المطور الجديد للمؤسسة. وحصلت هيئة الأشغال العامة على المركز الأول في مسابقة أفضل قطاع حكومي وخدمات عامة في أداء الصحة والسلامة، والتي نظمتها الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث بالمملكة المتحدة. ومع إكمال أشغال إنجاز العديد من المشاريع والبرامج هذا العام، لا يزال العمل جاريا على عدد كبير من هذه البرامج. وعلى مستوى برنامج الطرق السريعة، تسعى أشغال إلى إنجاز 935 كيلومتراً بحلول عام 2022. وعلى مستوى برنامج البنية التحتية للمناطق، يجري تطوير الطرق وشبكات الصرف الصحي وإنشاء بنية تحتية جديدة في جميع مناطق الدولة، إضافة إلى تحسين وتطوير مرافق البنية التحتية الموجودة. وعلى مستوى مشاريع الصرف الصحي، تقوم أشغال بتطوير وتحديث نظام الصرف الصحي في مناطق مختلفة بالدولة، بالإضافة إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة في المناطق المطورة حديثاً. وتم هذا العام اكتمال إعادة تأهيل وتطوير 4 محطات ضخ لمياه الصرف الصحي في الدوحة. وفي إطار مشاريع المباني، أعلنت هيئة الأشغال العامة عن الانتهاء من الأعمال الرئيسية لمركز أم السنيم الصحي ومركز الخور الصحي، إضافة إلى اكتمال تنفيذ أعمال كلية المجتمع للبنين في منطقة الخيسة. وعلى مستوى مشاريع لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة، أعلنت اللجنة اكتمال الأعمال الرئيسية بمشروع إنشاء حديقة الضعاين، واكتمال تنفيذ أعمال مشروع ساحة الشورى، وبدء تنفيذ أعمال تركيب نحو 1440 عمود إنارة تجميلية بتصميم سعف النخيل لتزيين كورنيش الدوحة،
بالإضافة إلى العديد من المشاريع التي يجري العمل عليها حاليا في إطار تطوير وتجميل وسط الدوحة. أعزائي المشاهدين، وفي سياق متصل مع الإنجازات التي حققها هيئة الأشغال العامة، أشغال افتتحت لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة حديقة الغرافة، والتي تسعى لاستقبال نحو 3000 زائر. نعم فيصل، طبعا الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في الاستديو المهندس ماجد المعضادي، مدير مشروع حديقة الغرافة. مرحبا ومسهلا فيك، وحياك الله معنا يا أبو جاسم. الله يبقيك. يا مرحبا ومسهلا مهندس ماجد، تبدأ حدثنا عن افتتاح حديقة الغرافة، الافتتاح الأخير لهذه الحديقة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حديقة الغرافة، يعني بدأ قبل ما نتكلم عن الافتتاح خلينا نتكلم عن الإنشاء. تم إنشاءها من قبل لجنة تجميل المدن وإدارة مشاريع المباني بالتنسيق مع إدارة الحدائق في البلدية، وصراحة نحب نوجه لهم شكر على التعامل وال الطريقة اللي كانوا يتعاملون معنا فيها وتزويدنا بالمعلومات. أما بالنسبة للافتتاح، الحمد لله رب العالمين كان افتتاح ناجح، حضروا فيه مسؤولين من هيئة الأشغال ومسؤولين من البلدية، وأيضا شرفنا حضور مركز الشفلح للأطفال. يعني كانت صراحة بادرة جدا حلوة، عملنا لهم نشاطات مثل الرسم والزراعة، وصراحة أطفوا مثل ما نقول لمسة جميلة على الافتتاح، يعني بث وروح في الافتتاح. نعم. طيب أبو جاسم، أنا ودي أسألك عن الحديقة. أول شيء أعطنا وش اللي يميز هذه الحديقة عن باقي الحدائق اللي موجودة عندنا بالدولة؟ اللي يميز هذه الحديقة هو إحنا عندنا أكثر من عنصر في الحديقة هذه، مش موجود في حدائق أخرى. على سبيل المثال مسألة موضوع التلال، موضوع تصميم مجرى المشي، والأهم من هذا كله العنصر الممرات المكيفة. ممتاز. اللي تم عمله أول مرة عندنا في دولة قطر، أو خلنا نقول أول مرة في العالم. في حديقة مكيفة. عفواً. في حديقة مكيفة يعني. صحيح. حديقة ذات ممرات مكيفة. أول مرة تم في العالم. إذا بنتكلم على أسس علمية، فهذه أول حديقة تم. يتم تكييفها. ممتاز. أظن اتجاهكم لاستخدام الطاقة الشمسية، اللي حسب معرفتنا الطاقة الشمسية تستخدم 60% من الطاقة لتبريد هذه الممرات. صحيح. احنا عندنا منظومتين يشتغلون مع بعض بشكل متناغم، منظومة خفيفة ومنظومة ثقيلة. الثقيلة تقريبا نقدر نقول هذه المنظومة تقليدية ولكن محسن عليها بشكل كبير على أساس التوفير في الطاقة. أما بالنسبة للخفيفة فهذه اللي إحنا مركزين على تشغيلها بالطاقة الشمسية. تقريبا 60% من هذه المنظومة راح تشتغل عن طريق الألواح الشمسية، وهذا أول مرة يتم شيء مثل هذا. ممتاز. طيب أنا ودي أسألك، يعني بالنسبة للمرافق اللي موجودة في هذه الحديقة، وش المرافق اللي موجودة داخلية؟ أنا شفت كان في كشكات، أيضا في أماكن للصرف الصحي، أو الله يعزك الحمامات هذه موجودة. صحيح. فكلمنا شوي عن هذه المرافق اللي موجودة. مثل ما تفضلت عندنا 4 أكشاك للتأجير، عندنا حمامات وانت تكرم، عندنا مصلى، عندنا حمام لذوي الاحتياجات الخاصة. وتصاميم الحمامات والمرافق اللي موجوده عندنا في الحديقه جايه مع تصميم الحديقه، يعني ظهر المباني هذه جاي بشكل تله على اساس يخفيها. نعم. ما يبين لنا مبنى في وسط الحديقه ويخرب من الشكل. ممتاز. ابو جاسم، سبب اختياركم لاستخدام الطابع الاسلامي في عمليه عمل تزيين الحديقه؟ الطابع الاسلامي، يعني صراحه احنا حبينا ان نشكل الممر، ما حبينا نروح حق جانب بعيد عنا، يعني اللي هو مثلا مودرن او حاجه حديثه. فقلنا بنمشي مع شيء من ضمن حضارتنا، واخترنا المشربيات الاسلاميه باحجام معينه على اساس تخدم تحرك الهواء البارد داخل الممر. نعم صحيح. نعم. مهندس ماجد المعضي، نحن الآن نتابع الهواء مباشرة، لقطات من سوق واقف
لعروض عسكرية لفرقة الموسيقى بالقوات المسلحة القطرية الأميرية. خلنا نشوف هذه العروض ونرجع بعدها نتابع مع مهندس ماجد المعضيل مدير مشروع حديقة الغرافة. بوكس اطلع اطلع. إذن أعزائي المشاهدين سوف نتواصل مع العروض العسكرية والعروض التي تقام في سوق واقف، وإن شاء الله راح يطلع لنا عليها نديب قناة ريان جاسر الحبابي بعد قليل. نستمر مع المهندس ماجد المعضيد مدير مشروع حديقة الغرافة. مهندس ماجد، سبب ان حديقه الغرافه هي احد الحدائق المركزيه في الدوحه. حديقه الغرافه تم تصميمها على اساس انها تكون حديقه مركزيه، يعني تخدم الغرافه وتخدم ايضا المناطق المجاوره للغرافه. كلنا نعرف حدائق الفرجان حدائق مقتصره على الفرجان فقط، وطاقتها الاستيعابيه ما تتعدى الحي. حديقة الغرافة تقريبا احنا نتكلم عن اكثر من 50,000 متر مربع ما شاء الله، بامور ترفيهية نوعا ما فتخدم على المنطقة نفسها. ومن اللي شفناه في الاسبوع هذا، اسبوع الافتتاح، يعني ما شاء الله الناس تتوافد من شتى اقطار الدولة على اساس تيجي تشوف الحديقة. وان شاء الله الحدائق الاخرى، يعني في حدائق اخرى ايضا مركزيه لمناطق معينه. متى شنو الحدائق اللي ان شاء الله يتم افتتاحها مستقبلا؟ في عندنا في مجموعه كبيره من الحدائق، في على سبيل المثال عندنا حديقه في ام سنيم، في حديقه في المنتزه، طبعا مش كلهم مكيفين. وفي ايضا باكجات جديده ايضا طرحت للتو. ممتاز. يعني احنا اللي فهمنا من الموضوع ان هنالك حدائق قادمه في الطريق، وايضا احنا نسلط الضوء اليوم على حديقه الغرافه. انت ذكرت انه يمكن تغل يعني مساحتها تبلغ تقريبا فوق ال 50,000 متر مربع، صحيح؟ صحيح. وين مكانها هذه بالضبط؟ في الغرافه تقريبا، هي مجاوره لنادي الغرافه بالقرب من محطه وقود. محطه وقود؟ نعم، على تقريبا على شارع عام. نعم، إذا هي في منطقة الغرافة قريب من نادي الغرافة. احنا أول شيء نشكركم على مثل هذا الجهد. بالأول وبالأخير احنا دورنا أن نوجه الناس ونحاول يعني نخليهم يمارسون الرياضة سواء في الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة، تعدد الأماكن، توفر الأماكن حتى المجانية للعامة ممارسة الرياضة. أعتقد هذا الهدف الرئيسي لدولة قطر، خصوصا في تخصيص اليوم الرياضي لدولة قطر. فأعتقد هذه واحدة من الأشياء والمبادرات اللي احنا دائما نحث عليها. نشوف أيضا حتى ساعات، يعني يمكن نخرج شوي خارج الموضوع، البلدية دائما ما تطلع يعني فيصل كل سنة تكون في عندهم بمثابة مسابقة اللي هي الزراعات المنزلية، فتحاول تشجع، تعرف الزراعة أحس أنها فعلا يعني الواحد لما ياخذها من ناحيه اهتمام تصبح كهوايه وتعطي تضيف الجماليه لهذا المكان. ولكن الامانه العبء اللي يصير عليه هي المحافظه على هذه النبته، لان عندك التغير الجو اللي عندنا والمناخي صعب جدا للامانه. يعني انا واحد من الناس اللي زرعته، يعني الله بالخير، يعني الله يعيننا على تجاربك. لكن قطر خضراء، هذا توجه من توجهات الدوله. نعم. الى تخضير وتشجير الكثير من المساحات في الدوله، خصوصا حديقه الغرافه. خلنا نستفسر من مهندس ماجد، حديقة الغرافة الآن تم إنشاؤها، تم افتتاحها، لكن هل هناك سوف تكون هناك أعمال تطوير للمرافق اللي حول هذه الحديقة؟ المرافق اللي حول الحديقة تم التنسيق مع إدارة الطرق عندنا في هيئة الأشغال، يعني جزاهم الله خير.
في فترة قياسية طوروا لنا الطرق المحيطة بالمشروع، نعم. إن كان طريق وإن كان خدمات تحت الأرض، يعني عملوا لنا إياه في 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 وقت قياسي. أيضا مدوا لنا وصلة للري تقريبا طولها أكثر من 3 كيلومتر، وهذه إن شاء الله راح تخدم للحديقة وللمشاريع اللي راح تكون حول الحديقة، بحيث أن تكون الوصلة موجودة والتمديد يكون بسيط. نعم. يعني احنا بالاول بالاخير ندعو الناس ان تروح حق حديقه الغرافه وتستفيد من هذا، من المرافق العامه اللي متواجده فيها، وايضا تستمتع بالاجواء الجميله. الحمد لله رب العالمين، يمكن الاسبوع الماضي هنالك تغير ملحوظ في الطقس عندنا، واستمتاع الناس كلها قاعده تروح الاماكن المفتوحه برا. حلو ان الواحد يروح يسوي رياضه ويستمتع بالاجواء الجميله هذه. احنا نقول يعطيكم العافيه يا اخوي ماجد، وشرفتنا اليوم في الاستديو، وان شاء الله يا رب نكون معك ايضا في لقاء اخر متجدد نتكلم فيه عن مرافق ثانيه مثل ما قال فيصل، ونسلط الضوء ايضا على البعض من انجازاتكم. ولكن احنا عندنا بعد يمكن كسؤال اخير، انا اشوف ان انتم بعد اضفتوا البعض من الاجهزه اللي هي الاجهزه الرياضيه داخل الحديقه، هل هذا بمثابه يعني تبون توصلون رساله للناس ان يمارسون الرياضه، او ان بمثابه ان انت تقدر تجي تمارس رياضه الجري او المشي وبعدين تقدر تروح تقدر تستخدم هذه الاجهزه؟ مساله الاجهزه الرياضيه هي كانت موجوده من التصميم، ولكن اللي صار معانا جاني اتصال من احد الاخوه، صراحه ما كنت اعرفه، فقال لي هل انت ماسك موضوع الحدائق؟ قلت نعم امرني. قال لي والله احنا مثل فئه نمارس رياضه الكنستاتيك اللي هي رياضه تعتمد على الاوزان. قال لي والاماكن اللي متوفره عندنا الان في قطر اماكن معدوده جدا، فقال لي اريت لو تضيفون لنا الاجهزه هذه. فقلت له ان شاء الله تبشر، ودرسنا الموضوع واضفنا هذه الاجهزه في الحديقه هذه، وان شاء الله راح نضيفها في الحدائق الثانيه، فضلا عن الاجهزه التقليديه، اجهزه الرياضه التقليديه. فعندنا صار مكانين للرياضه حق اللي حاب يمارس الرياضه في الحديقه. ممتاز. يعني هذه اعتقد هي نفس الاجهزه اللي تكون موجوده على الكورنيش، او اللي هي موجوده على الكورنيش اعتقد. الاجهزه اللي مختلفة. موجوده على الكورنيش هذه موجوده، ولكن اللي اكلمك عليها كنستاتيك لا، هذه اتوقع انها موجوده في سباير، حديقه سباير، ومشتهره هذه في الشواطئ الامريكيه. نعم ما ادري الصراحه. نعم مهندس ماجد، كم طول مسار الدراجات الهوائيه؟ تقريبا نتكلم في حوالي 630 متصل. اي ما شاء الله بشكل حلقي يعني. نعم ما شاء الله. مهندس ماجد معضادي، مدير مشروع حديقه الغرفه، شكرا جزيلا لك، واتمنى لكم كل التوفيق في حديقة الغرافة وأيضا الحدائق القادمة مع هيئة العامة للأشغال أشغال، وأتمنى لكم كل التوفيق، وبيض الله ويهكم على ما تقومون به. الله يرحم والديك. شكرا. يا مرحبا، موفق إن شاء الله. وياك، جزاك الله خير. إذا أعزائي المشاهدين ما زلنا مستمرين معكم، ولكن نطلع وياكم الفاصل قصير ونرجع بعد هذا الفاصل أيضا، وعندنا لقطات، ولكن هذه اللقطات بتكون معكم إن شاء الله من سوق واقف، خلكم معنا.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. ننتقل الآن معكم إلى فقرة أخبار محلية سريعة. أعلنت وزارة المواصلات عن بدء تشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من ترام لوسيل يوم السبت الموافق 1 يناير 2022، حيث يبدأ التشغيل التجريبي لست محطات تقع جميعها ضمن نطاق الخط البرتقالي، وستكون أيضا متاحة للاستخدام من قبل الجمهور، وذلك من أصل 26 محطة تضمها خطوط شبكة الترام الأربعة. إذن وفي العنوان التالي، حيث أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة السمكية عن بدء استقبال طلبات دعم السفن الخشبية، وأوضحت الوزارة أن استقبال الطلبات سيكون ابتداء من يوم الأحد الموافق 2 يناير 2022 حتى يوم الأثنين 31 يناير. إذن أيضا وفي العنوان التالي، عقدت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع شراكة استراتيجية جديدة مع صندوق قطر للتنمية والجامعة الأمريكية بأفغانستان تمتد لعامين. وفي العنوان الذي يليه، اختتمت النسخة الثالثة من مسابقة جوائز المبتكر الصغير التي نظمها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في جامعة حمد بن خليفة بمشاركة أكثر من 600 طالب وطالبة من مختلف المدارس في قطر. إذن كانت هذه أهم المواضيع الرئيسية لحلقة الليلة. ننتقل عندك يا فيصل. شكرا يا خالد، وأنا من عندي أيضا راح ننتقل إلى جاسر الأحبابي في سوق واقف، حيث تتواجد هناك فعاليات متنوعة. جاسر، عطنا علومك وعلوم ما يحصل في سوق واقف. يا مرحبا، حياكم الله ومساكم الله بالخير جميع من مشاهدين، وأيضا أمسي عليكم بالخير زملائي في الاستوديو أنتم وضيوفكم. حاليا مثل ما قلت، احنا متواجدين في سوق واقف لتغطية الفعاليات المتواجدة اليوم، ولكن في فعالية جدا مهمة وهي فعالية الموسيقى العسكرية، ومعنا أيضا راح يتحدث أكثر عن هذه الفعالية قائد الفرقة النقيب سالم المهيزة. حياك الله. يا مرحبا. يا مرحبا يا أخوي. أهلا وسهلا، حياك الله. حدثنا أكثر عن هذه الفرقة وعن العرض الموسيقي اللي راح تقدمونه. الله يسلمك. هذه الفرقة هي الفرقة المشاركة في روسيا. الحمد لله، بعد ما رجعنا من روسيا حصلنا صدى ونجاح كبير الحمد لله. الفرقة هذه أغلبية معزوفاتها يعني معزوفات وطنية، وفي منها معزوفات رياضية، والحمد لله يعني الحمد لله صدنا الصدى الكبير الحمد لله اللي نال إعجاب الجميع الحمد لله رب العالمين. ومعنا بعد كان الفصيل الصامت، فصيل الصامت العسكري من مركز العروض، والحمد لله مثل ما انت شايف يعني الحمد لله جايين نقدمهم في سوق واقف، وعندنا بعد شغل نفس الشيء في كتارة، والحمد لله يعني اكيد جاهزين لليوم. ما يحتاج ان شاء الله، اكيد اذا جاهزين اجل خلنا نشوف العرض. ما شاء الله تبارك الله. ابشر ان شاء الله. ما شاء الله، الله يوفقهم ان شاء الله. طيب، حدثتنا انت عن روسيا وعن مشاركتكم هناك، شلون كانت المشاركه؟ والله كانت المشاركه الحمد لله حلوه، بحكم ان احنا كنا الفرقه الوحيده العربيه، احنا معنا كان فرقه الشرطه الموسيقيه، ف يعني نلنا صدى كبير بحكم ان الروس يعني يبغون يشوفون هو التراث القطري ايش، فاحنا الحمد لله وصلنا لهم صوره طيبه ونال اعجابهم يعني نال اعجابهم. طيب، انتم في اكثر من فقره تقدمونها، يعني انت تحدثتني عن الفصيل الصامت. نعم. وش الفصيل الصامت؟ فصيل الصامت هو فصيل مركز العروض العسكريه، بس يكون الفصيل هذا بس بالسلاح من غير اعاز، يكون الموسيقى واقفه وهم يشتغلون عليه بالسلاح فقط، وراح تشوفونه بعد ان شاء الله بعد ما نشتغل احنا، لان الصراحه شغلهم وايد مبهر الصراحه يعني. نعم. العروض اللي متواجدة حالياً اللي الحين نشوفها هذه. إيه أبشر، هذه إحنا العروض اللي عندنا، وكانت التشكيلة يعني نفسها نقلناها من روسيا لحد هنا. نفسها بالضبط. نعم نعم نعم. أكثر أنتم مشاركين معانا اليوم يوم الخميس في سوق واقف، مشاركتكم راح تكون لمتى إن شاء الله؟ يعني إن شاء الله راح تكون في كل أسبوع، في كل أسبوع طبعاً راح يكون في يوم الخميس والجمعة. راح احنا نكون موجودين معنا اللي هو الفصيل مالنا، فصيل السيمفونيه، راح يكون موجود بعد في سوق واقف، وراح يقدم بعد الموسيقى اللي هي كلها موسيقى يعني تراثيه. نعم. طيب، ما شاء الله تبارك الله، مشاهدينا الكرام متواجدين معاكم كل خميس وجمعه. نعم. لمده شهر طبعا، فاذا راح اخليكم مشاهدينا الكرام مع هذا العرض، ولكن اولا شكرا لك حضره النقيب، بيض الله وجهك. العفو، الله يسلمك، الله يسلمك.
راح أترككم زملائي مع هذا العرض ومن بعدها نرجع للسينما. We'll be right back.
مرحبا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام مرة ثانية. طبعا كنا معاكم مع هذه المقتطفات من العروض اللي كانت موجودة الآن من شوي في سوق واقف، وطبعا كان العرض متميز للغاية للفرقة الموسيقية القوات المسلحة. احنا أيضا نشكر زميلنا جاسر الأحبابي، والشكر أيضا موصول لضيفة الكريم ولكل القائمين على تنظيم هذه الفعاليات المتميزة. والأمانة خذونا يعني في صورة جميلة جدا، غيرنا جو معاهم صراحة مثل هذه الأغاني وهم استعرضوا صراحة. عرفتم شيء من المقطوعات؟ والله عقب والله ركزت يعني الأغاني القديمة، يعني ما أدري إذا تعدل لنا شيء منها. والله أنت اللي ما عرفت شكك بس بالقرقان، باقي شكك ما عرفتم. إذا أعزائي المشاهدين خلونا نبقى في التقرير التالي ليسلط الضوء على جهود الجمعية القطرية للسكري وبرامجها متنوعة تحقيق أهداف الاستراتيجية. خلنا نشوف هاي التقرير عن جمعية السكري. الجمعية القطرية للسكري هي عضو في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، تسعى إلى مساعدة مرضى السكري والمعرضين للإصابة به، وذلك من خلال توفير الرعاية المبتكرة للمرضى والتعليم والخدمات ذات الصلة في أفق تحسين حياة المصابين بهذا المرض بشكل عام. وتقدم الجمعية عدة خدمات وبرامج من شأنها ترسيخ وتعزيز الوعي بإدارة السكري، من ضمنها أنشطة تثقيفية مدرسية حول كيفية الوقاية من السكري، وتثقيف ممرضي وموظفي المدارس ودعمهم في إدارة السكري بمدارسهم. هذا وتنظم الجمعية بشكل سنوي مخيمات وورش عمل للأطفال المصابين بالمرض، بالإضافة إلى مخيمات الوقاية من السكري للشباب. كما وتوفر خدماتها بشكل مجاني للجميع، وهي تشمل مركز بيع الأجهزة وملحقاتها، العيادة الطبية، عيادة التغذية، وعيادة العناية بالقدم. إذن أيضا أعزائي المشاهدين عندنا وفي سياق آخر متصل مع برامج وأنشطة الجمعية الإقطرية للسكري، حيث نظمت هذه الجمعية على مدار 3 أيام مخيم البواسل العالمي 22 بمشاركة 40 طفل من 9 دول بهدف تعليم المصابين بسبل التعايش الإيجابي الجيد مع هذا المرض، واللي نقصد اليوم طبعا مرض السكري. نعم خالد. نعم. طبعا حديث أكثر عن هذا الموضوع سرنا يكون معنا في الاستوديو السيد زين بن محسن اليافعي مساعد برنامج الرعاية في جمعية القطرية بالسكري. حياك الله يا مرحبا. الله يبقيكم يا مرحبا، شكرا على الاستضافة. الله يحفظك، مرحبا فيك. في البداية بنعرف يعني شو الجديد في هالنسخة من المخيم؟ طبعا هالسنة كان المخيم لأول مرة يصير أونلاين عبر تقنية الاتصال المرئي، فعادة كنا نستضيف الأطفال المصابين بالسكري في قطر في مثلا أحد الأماكن، لكن هالسنة كان نظرا للتحديات اللي موجودة ترافق كوفيد 19 فصار عبر تقنية الاتصال المرئي. هذا الشيء الجديد اللي أيضا يعني خلانا يعني أعطانا الفرصة أن أيضا أولياء الأمور يشاركون مع الأطفال من خلال هذه التقنية. نعم. طيب إحنا لما نجي نتكلم عن هذا الموضوع، يعني الآن صارت هذه الأنشطة من خلال الأونلاين أو تقنية الاتصال المرئي، شنو هي أبرز الأنشطة اللي موجودة؟ وحنا نعرف يعني في الأنشطة اللي يكون فيها أطفال يكون في تجربة على بعض الأشياء، ترونهم تعلمونهم بعض الأشياء اللي تكون عينية يمكن يشوفونها ويطلعون عليها بحكم أنهم أطفال أسهل لهم، بدل لا تأكلون هذه الشغلات تأكلون الشغلات الثانية اللي تكون شوية صحية أكثر. كيف تعاملتوا مع هذا الموضوع؟ طبعا إحنا نعطيهم الإرشادات هذه من خلال الورشات اللي موجودة، نحاول أيضا نصلح بعض المفاهيم الخاطئة اللي مثلا تكون لديهم. في ورشات كثيرة نقدمها للأطفال، مثل ورشة مراقبة المراقبة الذاتية للسكري، حساب الكربوهيدرات. فمن خلال هذه الورشات الأسلوب الشيق المناسب حق العمر هذا من الأطفال، فيتعلمون شلون يتعايش مع السكري بطريقة سليمة. نعم. كثير من طبعا احنا عندنا المخيم صار تقريبا 22 سنة، فأكيد احنا أيضا كموظفين اكتسبنا خبرة كافية للتعامل مع الأطفال وشلون نوصل لهم المعلومة المناسبة بالنسبة لأعمارهم.
فهذا الشيء ايضا قاعدين نحاول نوصل الاطفال هذا الشيء، نحاول ان نعطيهم المعلومات اللي يستفيدون منها من خلال هذا المخيم، المعلومه المفيده والصحيحه ايضا. كثير من الاطفال يواجهون مشاكل، ان مثلا في ناس او في اطفال حديثي الاصابه بالسكري، بالتالي ما عنده المعلومات الكافيه، ايضا اولياء الامور ما عندهم المعلومات الكافيه. من خلال هذه المخيمات تسنح لهم الفرصه ان يتعرف شلون اقدر اتعايش مع السكري بشكل افضل، ولي الامر ايضا بشكل او باخر يتعرف ان شلون انا اقدر اتعامل مع طفلي من الناحيه هذه. نعم. احنا نقول ان شاء الله ما عليهم شر، واكيد يعني مثل هذه المعلومات راح تجيب نتيجه باذن الله تعالى، تخليهم اول شيء سمي عندهم فكره الخوف من هذا المرض. وخصوصا الناس اللي توهم جات عليهم الاصابه. احنا عندنا اسئله كثيره في هذا الموضوع، ولكن نكون مستمرين معك، بنطلع فاصل قصير اعزائي المشاهدين معكم، ونرجع بعد لاستكمال ما تبقى من حلقة الليلة من ترحيب، خلكم معنا إن شاء الله. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء، ومن جديد انتقل مرة أخرى إلى الزميل جاسر الإحبابي المتواجد لقطاعات فعاليات سوق وقف. جاسر مساك الله بالخير والكلمة عندك. مساكم الله بالخير، حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الكرام وزملائي. قبل شوي شفنا مع بعض عرض للفرقة الموسيقية، ولكن الحين بترككم مع عرض ثاني جميل، وهو عرض فصيل مركز العروض العسكرية، فأترككم مع هذا العرض ومن بعدها نرجع لكم في الاستوديو. We'll be right back.
إذن أعزائي المشاهدين استمتعنا إلى هذه الفقرة من عروض الفصيل الصامت القوات المسلحة القطرية التابع لمركز العروض بالقوات المسلحة القطرية بجانب الفرقة الموسيقية المتواجدة أيضا في سوق واقف والتي تأتي هذه الفعاليات على مدى شهر كل خميس وجمعة بإذن الله في ساحة الأحمد في سوق واقف. الآن أعزائي المشاهدين عودة إلى ضيفنا زين بن محسن اليافعي مساعد برنامج الرعاية في الجمعية القطرية للسكري حول تنظيم الجمعية القطرية للسكري مخيم البواسم العالمي 22. إذن حياك الله معنا يا أبو محسن. يا مرحبا سهل. أنا برجع معك على هذه السنة مشاركتكم عندكم 40 طفل مشارك في هذا المخيم مخيم البواسل، لكن ما سبب اختياركم الفئة العمرية من سن 7 إلى 11 سنة، خصوصا أن مرض السكر أيضا يحتاج لتوعية حتى من كبار السن؟ طبعا احنا عندنا تصنيف عمري حق بالنسبة للمخيمات. هذا المخيم مخيم البواسل العالمي للأطفال السكري هو يخص الفئة العمرية من 5 سنوات أو من 7 سنوات إلى 11 سنة. عندنا مخيمات أخرى أيضا تسمى مخيمات التحدي حق الفئات العمرية الأكبر اللي بعد 11. فعندنا مثلا مخيم التحدي حق الفتيات من 11 سنة إلى 15 سنة. نفس الشيء بالنسبة للشباب. هاي المخيمات أوريدي احنا قمنا فيها، بعض المخيمات قمنا فيها سابقا قبل كورونا، وايضا اثناء كورونا قمنا بعض المخيمات اللي تخص الشباب اللي هم المراهقين، فتره المراهقه اللي مصابين ايضا بالسكري. نعم ابو محسن، انا ودي اسالك يعني الان اكيد في صعوبات هناك تخلل هذا المرض بالنسبه للكبار بالسن، فما بالك اذا كان اطفال يعني مصابين بالسكري، شنو هي اكثر الصعوبات اللي ممكن تواجههم في حياتهم اليوميه؟ طبعا السكري، التعايش مع السكري شيء مو بسهل طبعا اكيد. نعم. لكن مساله الفحوصات اليوميه او وخز الابر اليومي. نعم. مساله تناول الانسولين، تنظيم الوجبات. نعم. شغلات هذه اكيد تواجه يعني معظم المتعايشين مع السكري، يواجه صعوبه في 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 يعني في انه خصوصا هم اطفال يعني. بالضبط، خاصه من اطفال. فهنا بعد يجي دور اولياء الامور في مسانده اطفالهم بالنسبه للشيء هذا، تشجيعهم على انه يتعايش مع السكري بطريقه ايجابيه وطريقه سليمه. ايضا دورنا احنا كجمعيه قطريه السكري في اقامه بعض هذه الشغلات التوعويه وتعليمهم وتشجيعهم على انه يتعايش مع السكري بشكل افضل، من خلال الورشات اللي نقدمها، من خلال الشغلات اللي نحاول ان نوجهها لهم، او من خلال التثقيف الصحي السليم ايضا. ممتاز. من خلال التوعيه الغذائيه السليمه نحاول نوجههم بحيث انهم يعني يتعايشون مع السكري مثلا بشكل سليم. فالدور ايضا الدور مو بس حق الطفل، لان الطفل بالنهايه طفل. الدور على اولياء الامور وايضا على الجهات المختلفه مسانده الاطفال للتعايش بشكل طيب. هل المدرسه تتعاون معاكم ايضا في هذا الخصوص؟ انت لما تتكلم عن طالب ايضا يعاني من مرض السكري يمكن تكون له احتياجات خاصه ايضا، هل المعلمين عندهم هذا الوعي الكافي ان هذا الطفل المريض السكري يحتاج الى مثلا عنايه، عزكم الله يحتاج الى دخول الحمام بشكل متكرر، يحتاج ايضا الى يعني المحافظه على وجبات تكون منتظمه، يمكن يحتاج ايضا مو فتره البريك او فتره الفسحه ولكن يحتاج ايضا ياخذ وجبه ثانيه يمكن تكون تعادل لهذه القيمه. هل في تعاون مع المدارس ايضا بهذا الخصوص ولا لا؟ نعم، عندنا تعاون مع وزاره التربيه والتعليم فيما يخص هذا، اسمها حقوق الطالب المصاب بالسكري. نعم. فهذه الحقوق نفس ما ذكرت انت، بعض الاطفال او بعض الطلاب يحتاج انه يدخل الحمام، يحتاج انه يفحص بشكل مستمر، يحتاج يشرب ماي. يحتاج شغلات كثيره ممكن الاستاذ ما يسمح لها، يعني ما يسمح لكل الطلاب انهم يسوونها. نعم. ولكن دائما يكون ممرض المدرسه عنده خبر انه عدد الطلاب المصابين بالسكري عنده في المدرسه، فيعرف احتياجاتهم ويخبر ايضا المدرسين ان هذول عندهم حقوق معينه لازم يعني يقومون فيها. بالنهايه هم الطلاب المصابين او الطلاب المتعايشين مع السكري هم يعني مو بجايين من مثلا من كوكب اخر، هم معانا وعايشين معانا وما فيهم اي شيء. صح. يعني اللهم انه في سكر ولكن متعايش معه. نعم. فبالنهايه ممكن يكون له احتياجات زياده شيء بسيط. صحيح. ولكن هو متعايش بشكل ممتاز مع السكر. واحنا ايضا يعني من خلال شاشتنا احنا متاكدين ان في اطفال يمكن يشوفونا الحين، احنا فخورين فيكم واحنا نعدكم انتم ابطال وانتم فئه يمكن نابغه وناجحه ايضا عندنا في المجتمع، نفخر بكل هذه الاشياء. يعني لما نشوفكم انتم يكون عندكم القوه والمتانه ان تبدعون في دراستكم وتحافظون ايضا على النشاط البدني، فاحنا نرفع لكم القبعه تحيه واحترام لكل
من يعاني من هذا اللي نقول هي مشكلة وتحدي، وإن شاء الله كلكم قدها وما عليكم شر إن شاء الله. نعم. إذن زين بن محسن يافي مساعد برامج الرعاية في الجمعية القطرية للسكري، شكرا جزيلا لكم ولجهودكم في هذا المخيم، ونتمنى لكم كل التوفيق. نعم. بإذن الله. شكرا لكم على الاستضافة، وأنتم طبعا مساندين للجهود هذه أكيد يعني. شكرا لك يا أبو محسن. شكرا لك. إذن أعزائي المشاهدين نذهب إلى ما تبقى من هذه الأخبار لحلقة الليلة، حيث أصبحت الدوحة عاصمة للرياضة في العالم، فبعد التنظيم المبهر لمونديال العرب فيفا قطر 2021 استضافت قطر أمس مباريات السوبر الأفريقي، حيث توج فريق الأهلي المصري بلقب بطولة الكأس السوبر الأفريقي لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الرجاء المغربي بست ركلات لخمس في ركلات الترجيحية من المباراة التي جرت بينهما أمس في استاد أحمد بن علي المونديالي، بعدما انتهت المباراة في الوقت الأصيب بتعادل إيجابي نتيجة هدف إلى هدف. وبعد انتهاء المباراة قام بتتويج فريقين بالميداليات الذهبية والفضية، كل من سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وجياني إنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وأيضا بحضور باتريس مستيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ومحمود الخطيب رئيس نادي الأهلي المصري، وأنيس محفوظ رئيس نادي الرجاء المغربي. فألف مبروك لنادي الأهلي المصري وجماهيره الفوز بهذا اللقب. نعم. إذن مشاهدينا بذلك نكون وصلنا وياكم إلى نهاية هذه الحلقة من ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات يمكنكم التواصل مع فريق عمل البرنامج من خلال بريد برنامج ترحيب الإلكتروني، أو طبعا متابعتنا ومشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك وإنستغرام وسناب شات، ونرحب أيضا باقتراحاتكم واستفساراتكم. هذه كانت ما لدينا في حلقة نهاية أسبوع من برنامج ترحيب، نلقاكم على خير يوم الأحد بإذن الله في مواضيع وأخبار مميزة بإذن الله. إلى أن نلقاكم نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع جميلة. في أمان الله. في أمان الله.